لكن ستقول لي هل سيسقط النظام؟ لا، أنا لا أتوقع سقوط النظام الوقت الحالي، لأن لا أرى بأن هناك مساندات دولية حقيقية تقف مع الشعب الإيراني. الكل يتفرج، وأعتقد بأن لم يأن الأوان للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لإسقاط النظام الإيراني الحالي، إنما هي ربما يكون دعم خفي لبعض الجماعات. القصد من وراءها هو استنزاف إيران و إشغال إيران بالداخل الإيراني. فهذه طريقة السياسة الأمريكية، كما فعلوا زمان مع نظام صدام حسين من 1991 إلى 2002، كانوا يحاولون يدعمون بعض الناس، يحاولون أن يثيروا القلق. لأنك هل كانت الولايات المتحدة فعلا تريد أن تسقط نظام صدام؟ حتى عندما قاموا بتحرير دولة الكويت 1991 كان باستطاعتهم بثواني أن يسقطوا نظام صدام حسين، لكن لم تكن هناك نية حقيقية لإسقاط النظام، بل دعموا النظام آنذاك، إذن هي السياسة الأمريكية. أمريكا حاليا مشغولة في الملف الأوكراني الروسي، مشغولة في تايوان، مشغولة بعدة ملفات، الملفات الاقتصادية في العالم العربي. فاليوم دولة كبرى كإيران بقوتها، لا، أمريكا لا تريد حاليا إسقاط النظام، لا، ولكن تريد استنزافه واستنزاف طاقته. تفضل مستر.